السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الاحباب. معاكم دكتور محمد فتحي، وحابب على قناة اليوتيوب ان انا اعمل لحضراتكم الفيديو التقديمي والتنويهي عن الكوتشنج تكنيك اند دبل فيزيت اكسلنس. ده كورس بتشرف ان انا بقدمه لحضراتكم على منصة يوديمي، كورس موسع، كورس كبير، كورس زي ما انتم متعودين مني دايما ان انا بحب ان الكورس يكون مدعم بالكيس ستادي الواقعية اللي ممكن ان شاء الله تخليني انا يعني اقدر اطبق الموضوع بشكل جدي. وخصوصا عندنا في الكوتشنج اكتر من موديل، زي ما هنتعلم كده عندنا موديل على المستوى الفردي كوتشنج يعني فيس تو فيس زي جرو مثلا، وعندنا كمان بعض الكوتشنج موديلز على مستوى التيم على مستوى الفريق. هنتعلم كتير جدا في الكوتشنج تكنيك والدبل فيزيت اكسلنس. هما في الحقيقه اتنين كورس يا شباب، يعني ما اقدرش اقول عليه كورس واحد. انت بتتكلم في عدد ساعات تقريبا حوالي تسجيل يقرب من 13 ساعه. عندنا موضوعين في غايه الاهميه، موضوع الكوتشنج تكنيك بالمنظور برضو بتاعه المختلف او البرسبكتيف اللي ممكن ناخده من كذا يعني اتجاه وكذا وجهه نظر، وعندنا كمان الاسبايرز ده موديل للدبل فيزيت اكسلنس. ازاي انا لما اكون مدير، ديستريكت مانجر، ريجونال مانجر، برودكت مانجر، ازاي انا لما انزل مع مثلا الميديكال ريب او الموظف او فيلد فيزيت، ازاي تكون الزياره دي ليها بالفعل امباكت قوي جدا. ده اللي هنتعلمه ان شاء الله في الكورس يعني ايه بالرحله بتاعتنا معاه. مبدئيا احنا عندنا اتنين كورس، انا مقسمهم على اتنين بارت. عندنا البارت الاولاني كوتشنج ماستري اند دبل فيزيت اكسلنس، ومقدم لحضراتكم هنا يعني لو تشوفوا ده اللينك. والكورس الاولاني او البارت الاولاني من الكوتشنج تكنيك والدبل فيزيت اكسلنس ده عباره عن 8 سيشن، عدد الساعات 5 ساعات ونص، سعره الحالي 399. وده على فكره السعر يا شباب بتاع كل الكورسات، يعني انت بتتكلم في الفيرست تاير او الفيرست يعني اللي هي تعتبر اقل يعني سعر ممكن يتحط او برايسنج ليست. انا مش حابب طبعا ان الناس يعني يبقى فيه تكلفه، فهنا السعر يعتبر سعر اقتصادي جدا. برضو حضرتك لو قابلتك اي صعوبات في منصه يوديمي تقدر حضرتك تتواصل معايا مباشره، يعني كتير من الزملاء اللي طالبين الكورسات بيتواصلوا معايا وببعت لهم اللينك، فتقدر حضرتك من خلال يوديمي او من خلال التواصل معايا مباشره من خلال الواتس اللي حضراتكم شايفينه 0188664445 ان حضرتك تتواصل معايا. وده اللينك مرة تانية للبارت الاولاني. طيب بالنسبة للجزء الثاني او البارت 2، احنا بنكمل في الكوتشنج ماستري والدبل فيزيت اكسلنس، وبنتكلم على برضو اللينك قدام حضراتك هو للجزء الثاني من الكورس. عندنا 8 سيشن، عدد الساعات في الكورس الثاني او في البارت 2 7 ساعات و20 دقيقة، ونفس السعر 399. وبرضه باكد ان السعر ده سنه 24 يعني خلال الفتره اللي احنا فيها، ورقم الواتس بتاعي مره ثانيه. قبل ما ادخل بقى على محتويات الكورس وايه اللي هندرسه، خليني برضه انوه على الكورس الثاني اللي هو الليدرشيب برنسبلز. احنا عندنا اربع كورسات في مجال الليدرشيب، وبرضه عامل عليهم مقدمه تقدر حضرتك تتابعها من خلال قناه اليوتيوب. احنا عندنا اربع كورسات. في كورس سيتويشنال ليدرشيب اند ليدرشيب برينسيبلز، في عندنا الكورس الثاني ليدرشيب ديفرنت ستايل اند ليدرشيب باور، في عندنا كورس ليدرشيب جريد اند ليدرشيب سيرز اللي هي نظريات القياده، واخر كورس فيهم في غايه الاهميه اللي هو ليدرشيب اسنس اند ليدرشيب كي بي ايز، الجوهر القياده والكي بي ايز المؤشرات النجاح والتقييم للليدرشيب. كل كورس منهم مقدم طبعا بشرح وافي وكيس ستادي تقدر حضرتك تتابعه، واللينكات اهي زي ما احنا شايفين قدامنا نقدر ان احنا ندخل ونتابعها، والمقدمه مره ثانيه في على قناه اليوتيوب. طيب البارت الاولاني من الكورس بتاعنا كوتشنج اند دبل فيزيت تكنيك هنتعلم ايه؟ هنتكلم على الكوتشنج ديفينيشن، الفرق ما بين الكوتشنج والاذر انترفينشن الخاص بالمدير. يعني حضرتك كقائد او كمدير انت ممكن اتدخل مع ناس ان انا اعلي من مستواهم بطريقه الكوتشنج، وفي عندنا نهج تاني اللي هو التريننج المنتورشيب او المنتورنج، في عندنا طريقه الكونسلنج، في الكونسلتيشن،
كل دي طرق مختلفة، يا ترى ايه الفرق ما بين الكوتشنج وما بين الطرق دي، وامتى اوظف كل واحدة فيهم في الوقت المناسب والشخص المناسب؟ هنتكلم على الفاليو اوف كوتشنج، كوتشنج ريكويرمنت، ايه المطلوب عشان انجح في عملية الكوتشنج. هنتكلم بقى على الفورمال كوتشنج موديل زي الجرو اشهرهم، وانواع تانية كمان زي الاوت كامز وغيرها. ايه تاني في الكونتنت في الكورس الاولاني؟ عندنا التيم كوتشنج، يعني الكوتشنج معروف ان انت بتتعامل مع شخص واحد، طب دلوقتي انا بتعامل مع تيم. عندنا هنتكلم على البرفورمانس جاب ديتكشن اند نيد فور كوتشنج، ازاي اعمل ديترمينيشن للجاب، ازاي اعرف ان الراجل ده محتاج الكوتشنج في الجزئيه دي، لان في بعض المديرين بيعملوا حاجه غلط، ان هو بيدي كوتشنج سيشن لكل الناس وبنفس الكيفيه وبنفس الطريقه ونفس الموضوع، وده طبعا غلط، لان كل واحد بيكون ليه احتياجاته والجابس اللي ممكن ان انا احسنها له عشان احسن البرفورمانس. في عندنا اسنس اوف كوتشنج، الحاجات لازم تفهمها انت ككوتش، ايه الاساسيات، ايه الامور المطلوبه، ايه الصفات اللي لازم تكون فيا انا. هنتكلم على البروسيس اوف كوتشنج 1 2 3 4 5. ارت اوف كوتشنج، هنتكلم على الكوتشنج فيدباك، ازاي ادي فيدباك بشكل مظبوط وبشكل فيه الكونستراكتيف كريتيسيزم او النقد البناء، بحيث ان هو لا يجرح الشخص اللي قدامي ويتقبل الكلام، ويبقى البروسيس فيها جزئيه الموتيفيشن والقبول والتراست. الجزء الثاني او البارت 2 من الكوتش، هنتكلم على دبل فيزيت اكسلنس، اسبايرز موديل اوف دبل فيزيت، وده محتاج ان احنا نتعلمه ونطبقه كويس. استراتيجي فور ماكسمايزنج امباكت اوف دبل سيلز فيزيت، ازاي ازود الامباكت بتاع الدبل فيزيت، ايه الامور اللي اخد بالي منها. افكتيف كوتشنج ستايل فيرسس تراديشنال مانجمنت ستايل. ذا كوتشي كابابيلتي، هنبتدي بقى ندخل في السب اوردينيت في الموظف، لو مندوب الدعايه مثلا وحضرتك شغال في مجال الفارماسيوتيكال، ايه الكابابيلتيز بتاعه الشخص، وايه الحاجات اللي انميها، وايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اخد بالي منها خلال فتره شغلي معاه. هنتكلم على الامبلويز ديفرنت بيهيفير، ايه ده، هي الناس مش شبه بعض، مش كلهم موظفين؟ لا طبعا، كل موظف ليه ستايل معين، ليه سوشيال بيهيفير او ليه سوشيال ستايل مختلف، طب ازاي اتعامل معاه، ايه المفتاح بتاع كل شخصيه. هنتكلم على الديفرنت بيرفورمانس تايب اوف امبلويز. عندنا كمان جزئيه مهمه، ديلينج ويز ديفيكالت سب اوردينيت، عندك موظفين صعبين، موظفين مش سهل التعامل معاهم، انواع مختلفه هنتعرف عليها وهنعرف برضو المفتاح. important topics for coaching، ايه المواضيع اللي انا محتاج اخد بالي منها تبقى مواضيع اساسيه كبيزكس، وبعد كده ممكن ادخل في مواضيع تانية فرعيه. هنتكلم على دور الليدر في الكوتشنج، هنتكلم على الكي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتور للافكتيف كوتشنج. هنتكلم بقى على جزئتين في غايه الاهميه ننهي بيهم الكورس، هننهي بالموتيفيشن، نظريات التحفيز، وقد ايه الموتيفيشن جزء مهم جدا في الكوتشنج، وازاي اعمل موتيفيشن سواء فاينانس او نون فاينانشال ابروتش. وهنتكلم كمان على جزء مهم جدا اللي هو الايموشنال انتليجنس، التعامل او الذكاء العاطفي مع الاشخاص اللي انت بتديرهم، محتاج انك تفهم الايموشنال انتليجنس، وانا خاتم بيهم الكورس بتاعنا في الجزء الثاني. زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم على الكوتشنج مينينج اند ديفرنشيشن، هنتعلم بعض الامور المهمه جدا، ايه الفرق ما بين الترينر والمنتور والكوتش، ازاي اوظف كل مفهوم فيهم، وازاي اعرف الفروقات ما بينهم، وامتى احتاج اكون ترينر، وامتى احتاج اكون منتور، امتى احتاج اكون كوتش. هنتكلم على الفرق ما بين الكوتشنج ستايل والدايركتيف مانجيريال ستايل، ايه الفرق ما بين ان انا اكون لابس البدله بتاعه المدير بالدايركشن باسلوب الاداره والقياده، وما بين لابس البدلة بتاعة الكوتشنج. انا دلوقتي مدرب، انا دلوقتي عايز اعلي من المهارات بتاعة الناس واخليهم يكون عندهم القدرة على البراكتس. جزء طبعا في غاية الاهمية ان انا اكون عارف زي ما قلت لحضراتكم الفرق ما بين دوري انا كمدير في حالة المنتورشيب، الكونسلنج، التيتشنج والتريننج، الكونسلتيشن، امتى اوظف كل واحدة فيهم بالشكل المظبوط، ده حاجة مهمة جدا ليك كمدير. هنتكلم على الفاليو اوف كوتشنج، كوتشنج اتموسفير، ايه الاتموسفير الصحي، الهيلث اتموسفير او الانفايرومنت اللي حضرتك عايز تخلقها عشان بالفعل تقدر تقدم الكوتشنج بشكل مظبوط وتضمن استجابه الناس معاك بشكل ايجابي.
هنتعلم الجزئية دي مع كيس ستادي زي ما قلت لحضراتكم. هنتكلم على جزئية الـ appropriate time for coaching، إيه الوقت المناسب إن أنا أعمل فيه coaching session؟ هل في أوقات معينة؟ وفي أوقات مناسبة وفي أوقات غير مناسبة؟ ده إن شاء الله هنتعرف عليه. هنتكلم على الـ barrier to effective coaching and mentoring، جزئية الـ barrier، إيه العقبات؟ إيه الصعوبات اللي ممكن تواجهني أنا ككوتش مع الكوتشي أو الشخص المتدرب معايا؟ هل ممكن تكون حاجة related للأشخاص المتدربين؟ هل ممكن تكون حاجة ريليتد ليا أنا كمدير؟ هل ممكن يكون في حاجة ريليتد للشركة نفسها؟ ده إن شاء الله هنتعرف عليه. عندك الجزئية الخاصة بقى بالليرنينج، هل كلنا بنتعلم زي بعض ولا في تفضيلات؟ في واحد يحب يتعلم لوحده، في واحد يحب يتعلم مع ناس، في واحد يحب يتعلم بالحركة وبالأكتيفيتي وبالأنشطة، في واحد يحب يسمع محاضرة أو يقرأ مع نفسه. طيب ايه الفرق ما بين الطريقة دي والطريقة دي، وازاي اقدر اطبقها في جزئية الكوتشنج او ارعيها مع الاشخاص؟ دي برضو جزئية هنتعلمها. هنتعلم جزئية الكوتشنج ريكويرمنت، ايه المطلوبات عشان او المطالب المفروض تكون موجودة عشان الكوتشنج ينجح. هنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي السبوردينيت ريكويرمنت جاب او البوتنشال، الامور اللي محتاجة تتحسن. وهنا هنتكلم على الاس دي او سي كوتشنج تول او السيدوك كوتشنج تول، مهم جدا انك تعمله قبل ما تبتدي الكوتشنج. مش هينفع ان انا احدد الكوتشنج مع الشخص الا لما اتعلم الموديل ده اس دي او سي، خلينا نعرفه ان شاء الله اثناء الشرح. هنتكلم على السيلف اسيسمنت، ازاي الشخص الكوتشي او السب اوردينيت يقدر يعمل لنفسه سيلف اسيسمنت وتعلمها له ازاي، وايه التولز، ايه الخطوات، ايه الكريتيريا اللي محتاج ان انا اعمل عليها سيلف اسيسمنت واعلمها له. هنتكلم على steps in coaching، ايه الخطوات المفروض ان انا امشي بيها في عملية الكوتشنج، ابتدي بايه، ثم رقم 2، ثم رقم 3، ثم عملية الفولو اب في النهاية، ايه الخطوات دي هنتعلمها. هنتكلم على الفورمال كوتشنج موديل بقى، ندخل في الجزئية دي بشكل كبير وبشكل عميق، وهنتعلمها نوع نوع وموديل موديل. عندنا الجرو موديل اوف كوتشنج، عندنا الاوسكار موديل اوف كوتشنج، عندنا السيركل موديل، عندنا الاوتكمز وغيرها وغيرها. يمكن اذكر لكم كمان بعض المودلز اللي تقدر حضرتك تطبقها، وضايفين هنا زي ما قلت لحضراتكم الكيس ستادي. كيس ستادي زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم عنها بشكل تفصيلي. هنتكلم على الفورمال كوتشنج موديل زي موديل اوف ليرنينج اند ديفلوبمنت، الحاجات الجميله جدا جدا والحاجات العمليه والتطبيقيه الموديل ده اللي هو بنسميه 70 20 10 موديل اوف فور learning and development، هتستمتعوا بالسيشن دي جدا. هنتكلم على كيس ستادي فيها. هنتكلم على جزئيه الكوتشنج بروسيس، الجروب كوتشنج بقى. انا هنا مش بتكلم على individual كوتشنج، لا انا بتكلم على ان في بعض الاحيان، في بعض الظروف، في بعض السيتويشن انت محتاج انك تعمل جروب كوتشنج لمجموعه من الناس مع بعض. طب امتى يا ترى، ايه الظروف، ايه السيتويشن اللي يحتم عليا ان نعمل كوتشنج جماعي؟ هنتعرف وهنتكلم على البوزيتيف كوتشنج موديل، مميزات وعيوبه مع الجروب كوتشنج. هنتكلم على البراكتيكال موديل اوف تيم كوتشنج، وايه مميزاته مقارنه بالبوزيتيف. هنتكلم على الكيرك باتريك ايفالويشن موديل. دلوقتي انا عملت الكوتشنج سيشن بتاعتي مع الجروب، طب ازاي اقدر اعمل ايفالويشن بقى، تقييم هل بالفعل الناس استفادت من الكوتشنج سيشن دي ولا لا، بناء على كريتيريا معينه عملها لنا العالم المعروف باسم كيرك باتريك. ده ايفالويشن موديل ان شاء الله نطبقه برضو في شغلنا. هنتكلم على البرفورمانس جاب ديتكشن، ازاي احدد الجابس، ازاي احدد النيدز، ايه الكريتيريا اللي تبان قدامي، ايه الشواهد اللي انا اقدر اعتمد عليها، ايه البارامتر، يا ترى اعمل ايه بالظبط عشان احدد ان الناس محتاجه كوتشنج ولا لا، اخد راي مين، استفيد بمين معايا، ايه مثلا السيرفي اللي يتعمل، ايه الشواهد اللي اقدر احكم عليها ان الشخص ده او التيم ده محتاج كوتشنج ومحتاج تدخل. كريتيريا كتير زي ما حضراتكم شايفين كده، هنتعلمها واحده ورا الثانيه. ندخل بعد كده على جزئية الاسنس اوف كوتشنج، جوهر الكوتشنج.
هنتعلم اربع خطوات اساسيه. وات بروفيشنال كوتشنج دو، ايه الاربع اساسيات بعناصرها واحده واحده اللي محتاجها كل كوتش عشان يكون يعني يكون عنده القدره ان هو يشتغلها بشكل مظبوط، وازاي يطبقها على الشخص اللي هو بيديله كوتشنج. هنتكلم على الكوتشنج بروسيس، وتلاقي ان انا يمكن عدتها في الكورس يا شباب يمكن مرتين او ثلاثه، لانها اخطر نقطه على فكره. يعني محتاج ان انا اكون فاهم ايه الخطوات اللي انا ابتدي بيها، ازاي امشي مع الكوتشي بالخطوات ديت، 1 2 3 4، ازاي احدد البروجريس، ازاي افتح باب للمناقشه، ازاي اخليه يتعلم ان هو اللي يعمل اسسمنت لنفسه ويقدم الحلول المقترحه، وازاي ان انا اعمل فاين تيونينج للحلول دي، وازاي بعد كده اعمل فولو اب. في الحقيقه ده اخطر جزء في الـ يعني الكورس بتاعنا، وعشان كده زي ما قلت لحضراتكم انا مركز عليه وحبيت ان انا اديه باكتر من طريقه واكتر من اسلوب. هنتكلم على الافكتيف كوتش فيرسس الان افكتيف كوتش، ايه مميزات ده وايه العيوب بتاعه الشخص الثاني. هنتكلم على الكوتشنج فيزيت ستيبس. ها دلوقتي انا بعمل كوتشنج انما عن طريق الدبل فيزيت، يا ترى تتعمل ازاي وايه الحاجات اللي اخد بالي منها. جزئيه مهمه جدا كمان اللي هي الانترفينشن بتاع المديرين. يعني حضرتك مثلا ديستريكت مانجر بتلاقي ناس بتتدخل بشكل ايجابي جدا وناس ضعيفه جدا جدا في عمليه الانترفينشن. ايه الفرق ما بين الاوبزرفنج وما بين الفولو اب وما بين حاجه زي المونيتورنج في ادارتك للتيم والفولو اب بتاعه؟ هنتعلم الفروقات ما بينهم، وحاجه في غايه الاهميه ولازم تثبت في دماغك المعلومه دي. هنتكلم على البروسيس اوف كوتشنج بشكل بقى تفصيلي، الست خطوات الخاصه بالكوتشنج بروسيس. هنتكلم على الارت اوف كوتشنج، ايه هي الحاجات اللي لازم تكون فيك، ايه الصفات اللي انت لازم تتميز بيها كراجل كوتش ناجح. انا هنا سايب لكم واحده مثلا البريزنس، حضورك، الحضور القوي، واخد بالك ان انا مركز ان انا فوكس، وغيرها من الامور. ست خطوات او ست عناصر مهمه جدا لازم تكون في الكوتش الناجح اللي بالفعل ليه امباكت على الكوتشي او على السب اوردينيت اللي معاه. هنتكلم بقى على الكوتش فيدباك، ازاي ادي فيدباك، ديفلوبمنت فيدباك وايفالويشن فيدباك. ايه الفرق ما بين النهج ده والنهج ده او الستايل ده؟ ايه الفرق ما بين الديفلوبمنت فيدباك وما بين الايفالويشن فيدباك؟ ايه انواع الفيدباك؟ في عندنا بوزيتيف فيدباك، في عندنا كونستراكتيف فيدباك، في انواع تانية من الفيدباك. في انواع تانية، عندنا عدد كبير جدا من انواع الفيدباك محتاج ان انا اتدرب عليهم واكون فاهم كويس قوي لما بتعامل مع السب اوردينيت اللي معايا، ايه نوعيه الفيدباك اللي انا بديها له وايه توظيفها، ليه انا بختار النوع ده. زي ما انتم شايفين عدد انواع كتير من الفيدباك. دو اند دونت، حاجات محتاج يعملها الكوتش وحاجات محتاج ان هو يتجنبها. ندخل بقى في الجزء الثاني. ده كده خلص الكورس الاولاني، طيب دلوقتي هدخل في الكورس الثاني. الجزء الثاني من الكورس زي ما قلت لحضراتكم الكورس الاولاني كان حوالي تقريبا 5 ساعات ونص، الجزء الثاني حوالي تقريبا 7 ساعات ونص. هنتكلم فيه على حاجات مهمه جدا، واولها الدبل فيزيت اكسلنس. ازاي حضرتك كمدير، كريستريكت مانجر، كريجونال مانجر، كبرودكت مانجر، ازاي اادي الدور بتاعي كحد بينزل وليه امباكت قوي جدا سواء على الشخص اللي انا نازل معاه، اذا كنا في حاله كوتشنج او في دوري عادي كمدير، او يكون ليا امباكت قوي على العملاء اللي احنا بنتقابل معاهم. هنتكلم على البينفيت اوف دبل فيزيت من الثلاث زوايا. فائده الدبل فيزيت على مستوى المندوب او الموظف، على مستوى المدير، على مستوى الشركه. هنتكلم على ايكويشن في غايه الاهميه. الايكويشن دي بقى دي يعني حاجات من الحاجات المهمه جدا اللي لازم حضرتك تحطها في بالك. انا نازل مع المندوب، هل ده ليه امباكت؟ هل ممكن يكون له تاثير ايجابي او لا قدر الله سلبي؟ طب ازاي اقدر احسب التاثير بتاعي ده بشكل نيوميريكال، بشكل كوانتيتيف، مش مجرد بس كلام كواليتيتيف كده نظري او كلام مش ممسوك. لا، هنا معادله ان شاء الله اشرحها لحضراتكم ونتكلم فيها بشكل تفصيلي، ازاي يكون ليك تاثير وتاثير محسوب حقيقي. يعني
هنتكلم بعد كده على الاسباير موديل اوف فيلد كوتشنج، ده واحده من طبعا الاركان الاساسيه في التريننج بتاعنا، ازاي اطبق الاسبايرز، خطواته. بنتكلم على الاستراتيجيات فور ماكسمايزنج امباكت اوف دبل فيزيت او سيلز دبل فيزيت، ازاي يكون عندي استراتيجيات مختلفه اقدر اطبقها بحيث ان انا ارفع من مستوى الدبل فيزيت والامباكت بتاعها، سواء زي ما قلت لكم على مستوى الشخص اللي انا نازل معاه كموظف، او على مستوى الاريا، او على مستوى العملاء اللي احنا بنقابلهم. بنتكلم بقى على عدد من الاستراتيجيات المختلفه مع ضرب امثله طبعا وطرق متعدده. يعني بنتكلم على الافكتيف كوتشنج ستايل فيرسس التراديشنال مانجمنت ستايل. زي ما انت حضرتك انت لابس بدله المدير وهنا لابس بدله الكوتش، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها هنا وايه الحاجات اللي لازم اطبقها هنا؟ فهنتكلم في الجزئيه دي طبعا بتعمق. هنتكلم على الانواع المختلفه للستايل المانجمنت، الدايركشن، الديليجيشن، الكولابريشن، الانفلونس، وامتى اقدر اوظفها، وايه حاله الموظف او ايه الكونديشن اللي تتناسب مع كل حاله. هنتكلم على ال 3 تي. ايه ال 3 تي دوت؟ ايه الاوبشن المتاحه للديستريكت مانجر عشان يتعامل مع السب اوردينيت؟ هنتعرف عليها. هنتكلم على الكوتشي كابابيلتيز، هنا بتكلم بقى على السب اوردينيت، على الشخص المتدرب اللي معاك، يا ترى ايه الكابابيلتي بتاعته وازاي اتعامل معاها. بنتكلم على الكوتشي اويرنس، ها الاوبن سيلف والبلايند سيلف والهيدن سيلف والانون سيلف، هنتكلم على الجزئيات دي كلها. هنتكلم كمان على ماتريكس مهم جدا اسمه سكيل اند ويل ماتريكس. الشخص ده عنده امكانيات وعنده مهارات، شخص تاني لا عنده امكانيات ضعيفه لكن عنده مهارات عاليه، واحد تاني لا عنده الويل قليل والمهارات مش عارف ايه. طب ازاي اتعامل مع كل شخصيه منهم من الموظفين؟ هنتعلم الجزئيه دي مع ضرب امثله طبعا. بنتكلم بقى على جزئيه في غايه الاهميه اللي هي الامبلويز ديفرنت بيهيفير، اتعامل ازاي مع الدرايفر، مع الاناليتيكال، مع الاميبل، مع الاكسبريسيف، نوعيات الموظفين ازاي اساسا اعرفهم، يعني ازاي تحدد ان الشخصيه اللي قدامك دي بتميل للسوشيال ستايل ده. هنتعرف على جزئيه في غايه الاهميه. ازاي يكون عندي المفتاح بتاع كل شخصيه، ازاي اتعامل معاه. هنتكلم بقى على الديفرنت بيرفورمانس تايب اوف امبلويز، زي عندك الهاي فلاير، الهاير فلاير، عندك البلادر، عندك الاندر اتشيفر، عندك التالنتد ان اكسبيرينسد، ازاي اتعامل مع كل شخصيه منهم. تعالى لي بقى على الجزئيه دي اللي هي الديفيكالت سب اوردينيت، عندك بقى موظفين يعني رخمه شويه، ها ازاي اتعامل مع الشخصيات دي. عندك شخصيه الكرانكي غريب الاطوار، عندك الاجريسيف، عندك السنايبرز، ها الساخر المهاجم ده، عندك الكومبلينر الشاكي دايم الشكوى، عندك السايلنت الصامت، ازاي اتعامل مع كل نوعيه من الشخصيات دي. هنتكلم بشكل عميق عن كل شخصيه من الشخصيات دي، ايه الفيتشرز بتاعته، ايه اللي بيميزه، ايه الصفات بتاعته، مش تمام يعني بتكلم على صفاته وفي نفس الوقت بتكلم على المفتاح. تعمل ايه مع كل شخصيه من الشخصيات دي، زي مثلا شخصيه الكرانكي الغريب الاطوار اللي هو المضطرب الفكر ده. المفتاح بتاع الشخصيه دي ازاي؟ اتعامل معاه ازاي انا كمدير؟ هنتكلم مع واحد واحد عن شخصيه شخصيه. الاندر بيرفورمنج سيلز ريب، انا معايا مندوب مش محقق امكانياته كلها 50 60%، طب الراجل ده اتصرف معاه ازاي وهو راجل بقى خبره بقاله مثلا معايا 8 9 شهور سنه؟ طيب ايه يا ترى الطرق للتعامل مع الشخصيه دي، ازاي ارفع من مستواه، ودي بنشوفها كتير. بنتكلم على الديفنسيف فيدباك افويدر، شخص رافض النقد مثلا سواء نقد بناء او غيره، واخد بالك وشايف دايما ان هو مش غلطان. بنتكلم على الباسيف امبلي، الشخصيه اللي هي السلبيه ما عندوش انيشيتيفيتي خالص. هنتكلم على الكوميونيكيشن بلوكرز، الشخص اللي عنده مشكله في التواصل، لا يجيد التواصل مع مديرينه او زمايله او مع العملاء. طيب هنتكلم بعد كده على جزئيه اللي هي important topics for coaching، حاجات في غايه الاهميه. ايه هي ترى
التوبكس اللي لازم احطها في بالي. انا دلوقتي بدير مجموعه من الاشخاص، من الموظفين، من الميديكال ريب، ايه اهم توبكس لازم تكون يعني مفهومه بالنسبه لهم كويس قوي، وسكيلز لازم تكون يعني المهارات دي عندهم، وحاجات بيزكس لازم يكونوا متعلمينها، ايه البيزكس لازم يكونوا فاهمينها كويس قوي، وبعد كده ابني عليها اذر سكيلز او اذر بيرفورمانس سكيلز. فهنتعلم البيزكس الخاصه بالتوبيك، ان انا لازم اكون حاططها في بالي كاولويات في عمليات الكوتشنج، لازم اكون متاكد ان الناس اللي معايا متدربين على الحاجات دي كويس قوي. هنتكلم بعد كده على جزئيه الليدر شيب والكوتشنج. دورك انت بقى كليدر، حد شاف يا ترى المسلسل ده؟ هنتكلم عنه. هنتكلم على البروفيشنال كوتش بيعمل ايه بالظبط، ايه المطلوب منه، خمس حاجات اساسيه. هنتكلم على الكي بي ايز، واحده من اهم الموديولز عندنا في الكورس، الكي بي ايز، ازاي اشوف ان انا ناجح، ايه هي المؤشرات على نجاحي، ايه الخطوات، ايه العلامات، لما اجي اقيم نفسي في الاخر اقيم نفسي ازاي انا ككوتش. لو حضرتك بتدير مجموعه من الكوتش، ناس تحت ادارتك، ازاي بالفعل بيعملوا عمليه الكوتشنج دي مع اللي تحتيهم بشكل ايجابي وبشكل ليه امباكت مظبوط. بننهي الكورس بحاجتين في غايه الاهميه، جزئيه الموتيفيشن، understanding motivational sales and their application في عمليه السيلز ودورهم مع الديستريكت مانجر والميديكال ريب مثلا لو في مجال الفارماسيوتيكال. هنتكلم هنا عن كورس ان شاء الله، على فكره انا ناوي اعمل كورس كبير عن الموتيفيشن، انما هنا حبيت احط الاساسيات. انا محتاج كمدير اكون فاهم الموتيفيشن، وخصوصا ارتباط الموتيفيشن بعمليه الكوتشنج. كوتشنج يعني موتيفيشن وتراست. فهنتكلم هنا على الموتيفيشن، لازم حضرتك تكون فاهم اساسيات عمليه الموتيفيشن، ازاي اقدر اعمل موتيفيشن للتيم بتاعي، عمليه التحفيز، ايه هي نظريات الموتيفيشن وتطبيقاتها. هنتعلم الجزئيه دي. انواع الموتيفيشن المختلفه، النون فاينانشال موتيفيشن والفاينانشال موتيفيشن، التحفيز اللي هو بالفلوس او بالمقابل، او تحفيز ممكن يبقى معنوي. انواع بقى وسيرز مختلفه من الموتيفيشن هنتعلمها. هنتكلم بعد كده على الليرنينج ايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي، وده مرتبط كمان بالكوتش. هنتعلم اساسيات الايموشنال انتليجنس، ايه هي الاساسيات بتاعتها، وازاي اقدر اكون فاهمها كويس قوي عشان اقدر اطبقها في الكوتشنج سيشن. وبننهي بجزء صغير لكنه في غايه الاهميه في الاخر، اللي هي الكوتش هو ميك ا ديفرنس، ايه هي الفيتشرز اللي فيك لازم تكون ككوتش متواجده ومتواجده بقوه. حضرتك لازم تاخد بالك من النقاط دي 1 2 3 4، بحيث ان انا بالفعل اكون افكتيف كوتش في تاثيري، وان الشخص المتدرب اللي معايا ده لا ده طلع فاهم كويس قوي، فهمت الفرق ما بين الكوتشنج والمنتورنج والكونسلنج والتريننج، ايه الفروقات ما بينهم، وازاي اقدر اوظفها حسب النضج وحسب الخبره وحسب امكانيات الشخص اللي معايا او التيم اللي معايا، ايه الحاجات اللي ما اعملهاش، ايه العيوب اللي ممكن تقلل من قدراتي انا ككوتش او تقلل من تاثيري. ان شاء الله كورس متكامل، كورس كبير، وهم في الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم كورسين على 13 ساعه. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تتابعوهم، وفي كمان بقيه الكورسات طبعا على قناه اليوتيوب وعلى منصه يوديمي زي ما قلت لحضراتكم الليدر شيب، وللزملاء كمان الميديكال ريب او الناس اللي شغالين في مجال السيلز يقدر يتابع الكورس الخاص بال السيلينج سكيلز اند ورك اسكس، ده كورس كمان على يوديمي، يشرفنا ان حضراتكم تتابعوه.